طيب مباراه السودان طبعا مع تفاؤل الناس كان كريم بيتكلم عنه بعد خساره الجزائر، وفي النهايه منتخب شقيق ما كناش نتمنى الخساره ليه اكيد، بس بحكم الكوره وحكم ان انت بتدور على المنافس اللي اسهل لك، فده والابتعاد عنه والابتعاد عنه طبعا ده مفهوم جدا. بس مباراه السودان انا قلقان شويه من فكره انه خلاص احنا مش باصين للسودان، يعني المباراه دي احنا مش باصين لها، احنا باصين احنا هنلاعب مين في دور ال 16، وده قلقني خاصه السودان في مواجهه المنتخب النيجيري. الشوط الاول عملت مباراه معقوله، يعني مباراه حتى لاعبين المنتخب النيجيري بعد المباراه قالوا انه كان منافس اصعب من مصر. نتعامل ازاي مع مواجهه السودان؟ انا كنت بتفرج على حسن غنيمه معاك قبل ما ندخل، وكان بيقول ان في تركيز في معسكر منتخب مصر، وان محمد صلاح ما اتفرجش على حفله زابيست، وان هو قاعد مركز مع اللاعبين، وان كروش نفسه قال لهم احنا مش هنبص للمنافس، احنا هنلعب مع اي منافس، احنا بطل افريقيا 7 مرات وبالتالي هنلعب مع اي منافس. دي كلها مؤشرات ايجابيه. وانا برضو بعتبر ان مباراه غينيا بيساو رغم ان ادائنا خاصه في الشوط الثاني كان سيء جدا، الا ان هي كانت مهمه قوي، فكره ان انت بتستعيد الثقه وفكره ان انت بتصلح الاوضاع. يعني مش هبص للاداء قوي، يعني انا ضد السودان عايز ابص للاداء. والمفترض يعني ان منتخب السودان انت لسه متغلب عليه في كاس العرب بنتيجه كبيره، وهو قوامه وتشكيله افضل بكتير من اللي بيلعب دلوقتي في كاس الامم الافريقيه بسبب التغييرات اللي حدثت بعد نتائجهم في كاس العرب. فلا انا مستني من منتخب مصر افضل بكتير ضد بقى السودان، حتى افضل من اللي اتقدم ضد غينيا بيساو. الموضوع دلوقتي بقى خلاص في ايدينا، قبل كده ما كانش في ايدينا، كان في توتر. وبصراحه انا وليا وجهه نظر كده في الكوره، ان انت لما بتعند معاها بتعند معاك. يعني الكورتين اللي جم في القائم في الشوط الاول على الكام تصدي الحلوين اللي عملهم حارس غينيا بيساو، وبعد كده كوره زيزو، ده ليه؟ لان احنا عاندنا مع الكوره قبل كده. الكوره سهله، كوره بسيطه، لكن بقى لما يتفازلك ورقم 6 يلعب 8 ورقم 8 يلعب 6 والمهاجم يلعب وينج والوينج يلعب مهاجم، طبيعي ان بعد كده الكوره تعند معاك. فانا كان يهمني قوي ان ماتش غينيا بيساو ده ان الكوره تفك النحس بتاعها معانا. يعني لقطه جول التعادل بتاعهم والغائه دي لقطه انا بشوف ان هي حاسمه جدا في مشوار منتخب مصر، ورايي ان هي هتخلي اللعيبه تركز اكتر، وهتخلي اللعيبه تبقى فاهمه كويس ان ما عادش خلاص في ماتش سهل. خساره الجزائر رغم ان هي ممكن تبقى بالنسبه لبعض الناس زي ما قال كده كريم مبسوطين علشان النديه وان ده ديربي وعلشان هنبعد عنهم، لكن هي برضو رساله انذار. ما انت برضو غينيا الاستوائيه لو انت تروح تلعبها ما هي كسبت الجزائر. لا وفي حاجه كمان، انت لما تتفرج على ماتش غينيا والاستوائيه والجزائر، لا غينيا عندها مهارات وعندها شغل فني بيعملوه في المباراه، يعني طبعا مش الجزائر. يعني انا برضو ضد فكره انه كل المنتخبات بقوه واحده وكل المنتخبات نعمل حسابها كويس. في منتخبات كبيره وفي منتخبات عندها شخصيه بالزبط. يعني مهما كان عندها مهاره انت محتاج الشخصيه دي، الشخصيه دي انت بتنزل تفرضها. صحيح. فكره ان انت عندك واحد من ضمن افضل اللاعبين في العالم دي بتنزل تفرض ليك شخصيه. فكره ان انت عندك لاعبين بيلعبوا في الاهلي كسبوا دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض وعندهم خبرات في اللعب في ملاعب افريقيا مهما كانت درجه سوء، دي برضو بتدي لك شخصيه. فانا بشوف ان لا، المفترض ان منتخب مصر حتى في اسوأ حالاته هو عنده شخصيه يفرضها على اي منافس مهما كان حجم المهاره اللي قدامه. طيب نلعب ازاي بقى قدام السودان يا كريم؟ تشكيله وطريقه عشان نضمن ظهور جيد وطبعا نتيجه جيده. لا انا اعتقد طبعا كريم الوضع بقى يعني واضح لكيروش في الوقت الحالي، خاصه هو بعد مباراه غينيا الاستوائيه. انا اعتقد ان هو قصدي غينيا بيساو انت عايز نلعب غينيا شويه. اعتقد الموضوع بقى واضح بالنسبه له هو، يعني طبعا احنا عارفين ان احنا بقى عندنا مشكله في خلاص عمر كمال اعتقد حجز خلاص بقى بديل اكرم، اعتقد ايمن و احمد حجازي مكملين في مكانهم، هو بس الونش طبعا تاكد ابتعاده عن ماتش السودان، وبالتالي اعتقد محمد عبد المنعم ربما يكون هو البديل. وان كنت على المستوى الشخصي انا مش هختار محمد عبد المنعم على مستوى شخصي، انا اختار محمود علاء. ليه؟ عشان محمود علاء هستفيد منه من الخبره وهستفيد منه من القوه البدنيه. محمد عبد المنعم برده لما نزل في ماتش غينيا عمل خطأين يعني جامدين ان هم يتعملوا من لاعب بديل. فانا اعتقد 4-2-3-1 هو غالبا محمود علاء اللي هيبدا مع تغيير واحد بس على الماتش اللي فات، هو تغيير واحد بس اللي انا نفسي ان هو يتعمل. شيل عبد الله السعيد وحط زيزو هو في نص الملعب، وتعملها ازاي بقى؟ زيزو مش بلاي ميكر، مش 10، هتعملها ازاي؟ هتنزل زيزو تقول له بص انت في نص الملعب، ولكن واحنا بندافع احنا هنقف 4-4-2، محمد صلاح هيرجع لغايه خط النص، وسعادتك تجنح على جبهه محمد صلاح وتساند مع عمر كمال، بحيث ان انت تخفف الدور الدفاعي او الرجوع ال 50 30 متر الاخيرين دول لمحمد صلاح، وتسيبه هو
بيلعب لقدام. واعتقد كمان زيزو عنده من الورك ريت العالي وعنده من اللياقه البدنيه اللي تخليه قادر على اللعب في الحتتين دول، ان هو يديك في وسط الملعب ويديك على الطرف، يتشفت لقلب الملعب اثناء الهجوم ويشفت لي الناحيه الدفاعيه على الوينج في الحاله الدفاعيه. ده وجهه نظري. بعد كده التشكيل يبقى زي ما هو، زيزو وسوليه ومحمد النني دول وسط الملعب، ومرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد، وخلاص نفس الفرقه زي ما لعبنا غينيا بيساو. هو بس انا عملت تغييرين، شلت محمد عبد المنعم وشلت الوينش وحطيت محمود علاء، وهشيل عبد الله السعيد وهحط زيزو للتشكيل. متفائل جدا كريم، بس الراجل مش هيغير 4-3-3. بس مهما حصل هو خلاص الراجل مقتنع. انا مشكلتي دلوقتي في انه هو برضه مقتنع، او انا مش عارف هو مقتنع ولا مش مقتنع، ان احنا محتاجين رقم 6. يعني انا ضد غينيا بيساو ما كنتش عارف مين رقم 6. شويه كنت بلاقي عبد الله السعيد بينزل ليبرو، وشويه بلاقي محمد النني، شويه بلاقي عمرو السوليه. ففعليا ولا في ضغط منظم ولا في استرجاع للكره، والحقيقه ان ده ظالم لعدد كتير من اللاعبين. يعني يمكن السوليه انا بصراحه مبسوط برجوعه، لان انا بثق جدا في السوليه وبثق جدا في النضج اللي وصل له. وكيروش تاني لاعب بيثق فيه بعد محمد صلاح في المنتخب هو عمرو السوليه، وهو يستحق. وبشوف ان عمرو السوليه من ضمن اساسات 4-3-3، لانه بيلعب دور هندرسون. يعني لو هو الراجل عايز يستنسخ فكره ليفربول، فعمرو السوليه هو هندرسون منتخب مصر. هو ده اللي ناحيه اليمين، وده اللي بيساعد محمد صلاح هجوميا وبيساعد محمد صلاح دفاعيا. خد بالك ان برضه بيساعده محمد صلاح، لان محمد صلاح شاغل 2-3 مدافعين في الجبهه دي. فممكن تلاقي بقى واحده تسديده حلوه من عمرو السوليه زي اللي جت في الشوط الاول، ممكن تلاقيه بيزيد ويعمل اسيست زي الشوط الثاني. فلا، هي مفيده ليه عمرو السوليه. فعشان كده انا مش مقتنع خالص يا كريم ان هو هيجيب زيزو الناحيه دي خالص. يعني انا مقتنع ان هو دايما هيفضل شايف ان زيزو وينج، تمام، ينزله ويروح ساعد مصطفى محمد. التغييره العجيبه اللي احنا كلنا كرهناها، كان هيكمل بنفس التشكيل، هيكمل هو هيكمل بنفس التشكيل. اعتقادي طبعا ان هو هيكمل بنفس التشكيل، وانا انا ما عنديش مشكله خالص ان هو يكمل بنفس التشكيل، وما عنديش مشكله خالص ان نلعب 4-3-3. انا مشكلتي دلوقتي انا عايز اعرف مين رقم 6 في المنتخب. انا ساعات كتيره، يعني انا الماتش اللي فات بصراحه افتقدت طارق حامد. يعني قعدت اقول لا، اكيد لو كان عندنا 6 بقوه طارق حامد والورك ريت بتاعه ومعدل استرجاع الكره وطريقه ضغطه كان هيفرق. بس انا برضو قعدت اقول طب هي اصلا احنا مفتقدين طارق حامد، ولا المنظومه برضو ما كانتش هتساعد طارق حامد حتى لو كان موجود؟ ما هو النني رقم 6 والنني بيلعبها مع ارسنال رقم 6، لكن انا مش شايفه رقم 6 مع المنتخب. وعبد الله السعيد بشوفه 6، انا عمري في حياتي ما شفت عبد الله السعيد 6. يعني عبد الله السعيد ماشي 8 مفيش مشكله، وظهر بشكل كويس ضد ليبيا. بس الماتش اللي فات لو انت مثلا معاك طارق حامد وحطيت طارق حامد مع النني وزودت عمرو السوليه يلعب هو 8 و10 مع بعض، كان الشكل هيبقى برده افضل بكتير. ان انت كمان طارق حامد هنا بقى، دي حته مهمه قوي احنا ما بنعملهاش. انت برده محتاج سرعه استعاده الكوره اول ما الكاونتر اتاك بيتعمل عليك.